السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو التلاجة الموتور شغال كويس كل حاجة، لكن الشبكة مش سخنة، طبعا ما يكونش في أي تبريد. طالما الشبكة مش سخنة يبقى مش عيب لو تلاجة نو فروست، مش عيب مروحة أو دايرة الدي فروست أو أي حاجة. الشبكة مش سخنة أو الجناب مش سخنة، ده معناه إن التلاجة الفريون مش بيمشي في المواسير. إيه الأسباب اللي تخلي الفريون مش بيمشي في المواسير؟ طبعا الفريون ما بيخلص ولا بيبوظ الا لو الثلاجه اتركنت فتره كبيره سنين، فالفريون بيتفاعل مع الزيت اللي داخل الموتور فممكن يتلف، وساعتها نغير نشحن الفريون من جديد. اما لو الثلاجه ماشيه عادي فبيحصل انسداد، وممكن الانسداد ده بيكون في الفلتر بتاع الثلاجه، وممكن يحصل تسريب في المواسير، طبعا بنعرفه من اي علامه زيت على المواسير، او بيكون تسريب داخلي. الحاجة الثالثة والمهمة جدا ان هو بيحصل تفويت. يعني ايه تفويت؟ يعني الموتور البلوف اللي داخل الموتور بتكون فوتت، يعني بيجي يخرج الهواء، بتلاقي عندك هواء كده عادي خارج من المواسير، لكن تيجي تضغط، لما يجي يضغط الفريون ما بيوقفش معانا، بنختبره بايدينا كده نتأكد ان بيضغط جامد. والافضل طبعا ان احنا بنحط بلف شحن زي ده، وبنيجي عند العداد، لازم العداد يوصل ل 250 علشان نتأكد ان الموتور ضغطه كويس. فلو لقينا الموتور شغال والشبكة مش سخنة خالص يبقى مشكلة شحن، لكن قبل ما نشحن لازم نعرف السدد. لو سدد لازم نعرف السبب، سدد نعالجه، تسريب نعالجه طبعا، ولو تفويت في الموتور مفوت ما بيخرجش هواء او ما بيضغطش الهواء كويس، فده طبعا محتاج تغيير. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وقول لنا رأيك او استفسارك في التعليق.